بالظبط. ايه يا حبيبي؟ ايه الحكايه؟ حكايتي ايه؟ انك بتتهرب مني من يوم ما قابلت بابا، وانك حتى مش عاوز تقابلني. لا ابدا، الحكايه ده روايه يعني ولا حاجه. كل ما في موضوع، بس ان انا يعني مشغول شويه اليومين دول زي ما قلت لك. مشغول ولا بتنفذ اوامر بابا؟ الكلام الغريب اللي بتقوليه ده، ده مش كلامي يا حبيبي، ده الكلام اللي انت قلته لبابا واللي بابا قاله لي. وانا جيت النهارده عشان اعرف رايك، انت موافق؟ موافق اننا ما نشوفش بعض تاني؟ ايه يا حربي، ما ترد. بصراحه اماني مش عارف اقول لك حاجه. والدك ده اصله انسان محترم قوي وعاقل جدا وبيتكلم بالعقل. عقل؟ عقل ايه ده يا حربي؟ العقل اللي بيقول ان انت نجمه في السماء، وان انا صعب قوي ان انا اوصل لك، مستحيل اوصل لك، وحتى لو وصلت لك هجرك معايا لتحت، مستحيل يبقى لي مكان جنبك. الواضح ان كلام بابا جه على هواك يا حربي، وانه ما كانش رايه لوحده. اوعدك اني مش هحاول اشوفك تاني، واني هنفذ رغبتك وهبعد عنك. انا اسفه اني عطلتك، واسفه اني بتطفل عليك، وانا هحاول انسى اني عرفتك في يوم من الايام. متشكره على كل لحظه حلوه عايشتها هنا. على اذنك. أنا حذرتك قبل كده يا حربي، ابعد عن أختي، لأنك لو ما بعدتش عنها هتصرف معاك بمنتهى القسوة. مش كظابط بوليس، لا، كراجل بيدافع عن شرفه وشرف أخته. أرجو إنك ما توصلنيش للمرحلة دي، لأني ساعتها مش عارف هعمل فيك إيه، ومش هيهمني حاجة، وهيبقى عليا وعلى أعدائي. ده إنذارك الأخير، إنذارك الأخير يا حربي. امال زين فين؟ زين يا عم راح عند المعلمة ان شلاح يقعد مع دعاء. وصلاح؟ لا مشي، مشي بعد ما انت خرجت على طول. مالك يا حربي؟ مالي؟ هو يعني متضايق كده زي ما يكون شايل طاجن ستك. مفيش حاجة يا بركة. على بركة برضه؟ ما تقول يا جدع مالك؟ ما قلت لك مفيش حاجة يا بركة، مش قلت؟ ماله ده؟ خير يا رشا؟ صلاح بحر اتصل وبيقول ان البضاعه موجوده في العنوان ده. سقاره، ما جابلكيش سيره عن الورق اللي اتسرق من عند عدلي؟ هو بيقول انه على بكره هيكون عارف مكان الورقه فين. خدي، ادي الورقه دي لمهاب.
قولي له روح للمخزن اللي في العنوان ده، يقلبه فوقاني تحتاني لحد ما يلاقي البضاعة ويجيبها على هنا. على هنا؟ بس حضرتك مش شايف انه هنا خطر شوية؟ هنشيلها هنا مؤقتا لحد ما نتصل بالموزعين وييجوا يشيلوها. حضرتك واثق من جدع اللي اسمه صلاح بحر ده؟ صلاح بحر ده داهية كبيرة مش سهل، بيخطط بطريقة غير تقليدية ومستعد يبيع أعز أصحابه وأعز الناس عليه في سبيل مصلحته. تصدقي ده اللي عجبني فيه. ساعتك ناوي تضم رجالتنا ولا إيه؟ يعني شكل مؤقت لحد ما يوصلنا للورق. وبعد كده؟ بعد كده مش هيكون أعز من اللي راحوا. يلا بسرعة، مستنيين ايه؟ اكسروا القفل. اقلبوا المكان ده فوقيه تحتيه لحد ما تلاقوا البضاعة. يلا يا باشا. وهي فين دلوقتي؟ وديتها مخزن الغلال اللي في اخر المزرعه. كويس، برافو عليكم. روح باشا. ايوه يا باشا. طلبي لي صلاح. ايوه انسه رشا خير. الباشا الكبير عايز حضرتك. ثانية واحدة. اتفضل يا باشا. أنا حبيت أكلمك عشان أقول لك إن إحنا وصلنا للبضاعة. إنها دلوقتي تحت إيدي. مبروك يا باشا، ألف مبروك. المهم دلوقتي الورق، عرفت طريقه؟ بكرة يا باشا. بكرة هعرف لك مكانه فين، ولو قدرت أجيبه لحد عندك وبنفسي. ولو ما قدرتش قول لي على مكانه، وأنا هعرف أجيبه. وأنا عندي كلام يا باشا. أظن يعني حكاية إن دليلك على مكان البضاعة ده دليل على إني بخدمك بمنتهى الصدق والأمانة. المهم عندي الورق ده أهم من البضاعة نفسها مليون مرة. بكرة على آخر النهار كده يا باشا هيكون عندك، أو على الأقل أقول لك مكانه فين. وأنا مستني مكالمتها بكرة. يلا مع السلامة. مع السلامة يا باشا، مع السلامة. الأرض لو عطشانة نرويها بدمانة. يا هلا بركة، انت بنقص المستودع ليه باشا العمال؟ ما انت نايم في العسل. المعلمة انشراح يا عم مدت اجازة لكل الناس في المستودع وفي المسبك، عشان النهاردة في خطوبة واحد كده على واحدة اسمها دعاء. عبالك يا بركة. يا رب من بقك لباب السما يا زين. والوقت حربي فين؟ لا حربي صحي من بدري ونزل راح على القهوة. أجدع قهوة لأجدع كوماندا في الجمهورية تيما. إيه مالك يا كوماندا؟ بتش في الفورمة النهاردة. غورك يا موسى ابني في حال السعادة. الله الله، ليه لا سمح الله؟ بقول لك غورك يا موسى ابني في حال السعادة. ومال عمنا؟ يمشي الكلام. صباحك فل. طبعا كل يا عم عشري. طبعا كل يا رشيد. ايه يا عم حرب؟ ايه اللي مصحيك بدري كده؟ لا ابدا يا زين، مفيش حاجه. مالك يا صاحبي مسهل كده ليه؟ بس ما نمتش من امبارح.
ليه خير كفى الله الشر؟ مخنوقة زينة. ايه اللي خنقك يا صاحبي؟ مش عارف. الله، ده انا من ساعة ما عرفتك يا جدع وانت متفائل. جاي تتشام النهارده يوم خطوبتي؟ فكها يا جدع، كله هيبقى تمام ان شاء الله. ان شاء الله يا زين، كله هيبقى تمام ان شاء الله. صباح الخير يا اساتذه. صباح الفل يا مت. ازيك يا زين؟ مبدر يعني؟ والله قلت لك اساعد في اي حاجه قبل ما نروح نجيب البده. ايه يا حربي مالك؟ انا عارف قالب وشه كده. تلاقي بس غيران عشان انت هتتجوز وهو لا. بالذمه يا غيران عشان انا هتجوز وانت لا؟ انا ممكن اغير من الدنيا كلها الا انت يا زين. انت اخويا يا جدع. طب شربنا حاجه بقى. ولا كيمو عمي وعم عيالي. شوف الاساتذه يشربوا ايه. ايه ده يا دعاء؟ معقوله انت لسه نايمه لغايه دلوقتي؟ قومي يلا يا بنتي، ده الدور عربي يقدم. يلا اصحي كده وصحصحيلي، ده انت عروسه المفروض تكوني قايمه من نجمه، انت خطبتك النهارده. والله ما ادري قومي اصحي، وراكي حاجات كتير المفروض تعمليها. والله يا معلمة قلبي ما جايبني. أنا عارفة ومقدرة اللي أنتي فيه، بس لو قلت لك عشان خاطري. لا يا معلمة، خاطري غالي عندي أوي. أنتي ما تعرفيش أنا حبيتك إزاي الفترة اللي فاتت دي. ماشي يا ستي، عشان خاطرك أنتي هقوم. إن شاء الله.